أيها الأحبة، إذا تصورتم زينب فلا تتصوروها مجرد امرأة ثاكلة باكية هنا وهناك، ولكن تصوروا زينب كما تتصورون أمها فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. هذه الإنسانة الذي علمت ابنتها زينب كيف تقف مع الحق حتى في أصعب الظروف، وكيف تواجه الباطل حتى في أقسى المواقف. ولذلك سارت زينب عليه السلام خلف أمها في كل وعيها وفي كل روحيتها وفي كل صدقها وفي كل تقواها وفي كل شجاعتها وفي كل بطولتها. هؤلاء أئمتنا أمامكم أعزائي، ابتداء من سيدة نساء العالمين صلوات الله وسلامه عليها. انظروا، بيني وبين الله وقفت وصدعت وصرحت بالحق أم لا؟ نعم صدعت بالحق، دفعت ثمنا لذلك أم لم تدفع؟ نعم دفعت ثمنا لذلك، فذهبت شهيدة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا موجود في أهم المصادر المعتبرة. يحاول بعض ما أدري ماذا أقول عنهم بحذف المتعلق كما يقال، أن السيد الحيدري ينكر ظلامة من؟ ظلامة الزهراء. وهل ينكر؟ وهل ينكر واقعا؟ وهل ينكر؟ ارجعوا إلى عقولكم، كونوا على ثقة. عندما أسمع بعض هؤلاء كونوا على ثقة، أحملهم على الصحة وأقول أن هؤلاء فقدوا توازنهم العقلي، ليس إلا. إذن أعزائي أرجع إلى بحثي، تفتوا لي أعزائي، أئمتنا أعطوا كل شيء لأجل المدرسة ولأجل القرآن ولأجل الحق. أمامكم قضية الحسين، ماذا أعطى الحسين لأجل؟ إن لم يستقم دين محمد إلا بقتلي خذيني بلي لأجل محمد ولأجل القرآن. نعم هذا ما أعتقد.